كنت انا يعني اديت توجيه كده دكتور مصطفى مع المحافظه او المحافظات يعني ووزاره الداخليه والتنميه المحليه ان احنا ندرس امكانيه ان احنا الاراضي الفاضيه، يعني مثلا في ارض فاضله فدانين في مصر الجديده، واحده او اثنين او ثلاثه يا دكتور مصطفى، او في مدينه نصر او في اي حته تقدر تستوعب السوق ده. تمام. احنا مستعدين ان احنا نتحرك في برنامج سريع نعمله ونخلي الناس بتوع الاسواق الرئيسيه تمام اللي هم تجار الجمله اتاح له انه يخش هنا. يبقى بدل ما بيجيب الحاجه بتاعته تيجي على سوق الجمله في العبور مثلا، لا تيجي الحاجه بتاعته على هنا على طول. هو عارف بقى هو عايز يودي ايه. طبعا. انا قايل له ان انا عندي هنا في مدينه نصر سوقين من ده، وفي مصر الجديده سوقين او ثلاثه، وفي البطاريه والمرج ثلاثه اربع اسواق كده، وهو يجيب من عنده من المكان اللي بيتم فيه اللي هو يعني بيشتري بيه المنتجات. ايوه. لا يعني انا كتاجر جمله بجيب حاجتي على سوق الجمله ادي نقل، ثم بتاعها للناس ياخدوها يبيعوها تجار التجزئه. هيجيب من المصدر الرئيسي. انا بقى بقول له لتجار التجزئه ازودهم وتجار الجمله ازودهم، وبقول له اعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهره والجيزه في المناطق الفاضيه تتعمل بالطريقه دي. خد بالك يا محمد. نقدر تتعرض علي الخطه دي. حاضر. ونقول لهم بس بقى بشرط انا عملت لك ده كله سعر. عشان انت تجيب هامش الربح قليل، انت عايز تخلي الرقابه على الاسواق وعايز تخلي ان التجار ما يغلوش في ارباحهم في استغلال الظروف، لازم تعمل زياده في المعروض غير تقليديه. بالزي الاسواق دي انا بقى مواطن موجود في مدينه نصر اخد اتحرك لغايه هناك اشتري اقل من التجزئه الصغيره اللي هو ده. وبالتالي التجزئه ده محل من الاثنين، يا يظبط سعره يا ايه يظبط سعره بالزبط. لان انا هلاقي هنا كيلو المنتج اللي انا باخده اقل اكيد من مثيله في الحاجه الثانيه. انا قلت الكلام ده من اسبوعين لان احنا مسؤولين كدوله يا دكتور مصطفى على ان تفضل المنتجات متسيطره على اسعارها ما امكن حتى نهايه هذا العام. حتى نهايه هذا العام. نهايه هذا العام ان شاء الله. وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف مع الاسواق لا ينتهي حتى تنتهي الازمه إن شاء دي الله. بتداعياتها.